بالنسبة للكتب كما قال الزميل ديالي كاين السلسلة ديال 20 على 20 ولا ديما يعني ما تهمش السمية شحال من سلسلة كلهم كينفعوا. الوطنيات كيعطيو النماذج ديال الوطنيات مع التصحيح ديالهم. عاوتاني أي واحد فينا واخا يكون مثلا كيقرا في تحسين أكيد غادي يكون عنده معارف في ابن سينا ولا في شي ثانوية أخرى. كنتبادلوا بيناتنا السلسلة ديال التمارين الماط مثلا ولا ديال شي مادة، يعني ما كنبقاوش ملتزمين غير بالمنهجيات اللي كيعطيونا الاساتذه ولا بالتمارين. كنحاولوا نشوفوا شي مراجع اخرين ولا حتى المواقع الالكترونيه عندها دور كبير. شنو شتو غريب واش الموقع محدد وتعتمد خاص، ولكن تو غاري تصل كتب تعقب غاصن خدم مختان ترجع الدروس نيدايسن خدم غني امتحانات ني تو غاري تصل كتب تخدم غديسن شتو غتعتمد يعني خل الكتب الطص. إذا نبدا ارتباطنا بالموضوع عن المراجع، يعني الكتب اللي تعتمد التلاميذ اللي استعداد نسن التحضير نسن. اسقسي ديري موجه السي عبد الواحد قدوري، كنو انت السي عبد الواحد ديال المكتبه، يعني بحكم يعني الاحتكاك نو مع التلاميذ، يعني معنى اهم المراجع تورد اللي تعتمد التلاميذ دي بريباراسيون سن البكالوريا. بالنسبه للشين غنغدا ديال المكتبه غنغ مجموعه من السلسلات ديما 20 على 20 ذي الوطنية في تغيعذون وذعوتيني المواقع اللي انتيني تتصيم حضاني تعجب سنت تجب الامتحانات يعذون ذي سنت صحيح ذي سنونا غالبا التسطوات تعتمد السلسلة ديما وذوينة ذي. بالنسبة للأدبيون غانغ المراجع بالنسبة لأخت سعيلة تغت يعني ممتازة تغت مواظبة قراءة الكتب فما بدون مناقشة وذي سبون نزاع مرهن قطوقع الكتب في قانيشا ونتمنى ماذا شيء نقول ماذا لا تغرى العدد محترم من بين تسمية الرائدة تقام ذي المستوى قارة التصوير تعجب السطار سواء ذي الفلسفة سواء ذي الأداب سواء ذي مليح. وتمنى مزعم حتى التلاميذ يعني كين غي جنخو هذه سيغين خنهجة وسقاشة وخشقة غاري العلوم وقاشة غاوها من مثل في ضغاريث أشي ينفع لنا بنا ميت يتيري غاس الباقش يتيري غاس السرعة زيغي وجه أمشي الأخوين يجن مثلا السعدون اللي يكون كون مستقبل كذا خلص تشن بوم المادة نسواه السعدون مثلا الطب تشن نجد الثقافة العامة تشن نجد سمنا ماذي غا كل شيء فجوش غا مثلا وجن العبارة تتقيم تخزار دوك جنة هو مهم بنا ميخ سفيري دائما موجود. وبالمناسبة تغان توجن السيد جن الأستاذ دكتور باحث سي عزيز بعوش وتنشكا شويت لان واش نغطز الوقت النص رغم انه تغاص بريباراسيون كذا تغا من ما خلصنا عزو يتسد يتقي تحضيره ك التلاميذ الاولى باك خاصه في مجال الارث جزاه الله عنا خير وشكرا. اذا رانشي انت من الفرصه حيما نشكا مار الاساتذه يعني تغي توا عني تضحى نسى الوقت نسن حيما اتخذ من هذا يعني قل مجهود نسنك التلاميذ بدون مقابل وتبدانا كيسن ذي مار الفترات التحضير. اذا السي عبد الواحد عرجوني يعني مش نلاحظ شمارت انه انت في مجموعه من التلاميذ تكتفان فقط المقرر نقص الكتب غاسني جن مقرره ذي يعني ذي التخصص نسن وقان شيء يعني الكتب نغني يعني جن يعني من غير الكتب جن ذي المقرر فمش تريد شكوش انه يعني التلميذ مري اكتفى يعني خمي غاسي جن ذي مقرروها يعني كافي حما يعني غاسي يجن الرصيد معرفية يعني محترم نغ انه التلميذ تري ضروري ذي غادي اعتمد خل مراجع نغني باري المقرر. شكرا سي محمد. يعني ذي نجل الفئة محضارا بالاكتفاء غير الكتاب المقرر نقص الكتاب المدرسي كافي يعني سوى لغد يعني فيما يخص المادة يعني الصغار اللغة العربية يعني جنوعي محضارا باللي اكتفى يعني يهضم غير المقرر قيد الحاجة التمقرانت لأن أولا بسبب الاكتظاظ تسمى المادة عدد الدروس خاصة مثلا سوى اللغة العربية ممكن كيزدرني مثلا الاجتماعيات بالنسبة لعلوم إنسانية الأدب بالنسبة للعلوم ربما ذي نجل الفئة النظرية يعني ممكن تهضم سوال تخل أخت سهم ممكن يعني تهضم البرنامج تهضم الكتاب المدرسي تتجاوز يعني ترزو يعني إغناء المعارف الناس يعني ترزو مراجع النظرية تزيس الإغناء ولكن الأساس هو أن أمحضر باللي اكتفى يعني المقرر يهضمه ويكتسب التقنية بالنسبة للغة العربية مثلا كتابة إنشاء أدبي مثلا حول نص شعري أو نص نقدي أو نص يتناول ظاهرة قضية أدبية يعني قضية الكفاية. شكرا.
شكرا السي عبد الوحيد العرجوني يعني توضيحات الارشادات القيمه. فمش لاحظ ربما انه مؤخرا يعني 18 ظاهره سوى الطاس ظاهره فيما يتعلق بالدروس الخصوصيه نغل المعاهد يتقن الدروس خصوصيا ما يعرفوا بالساعات الاضافيه يتجنج الظاهره 18 سوطاس غون كاروي هذه الظرفيه الاخيره نزو ان السنكني يعني كتلاميذ متفوقين مش تورم الظاهره يا ثانيته واش يعني تستفاد من الزيس يعني واش تشل القيمه المضافه التلميذ هذا مش غير في السام يعني التزايد الاقبال في الدروس الخصوصيه ذي السنوات الاخيره ومثلا يونس بالنسبة ساعات الإضافية وغنستفد زيسنا الطاس تجنت أنا نتذكر الدروس إضافة إلى أنه الأساتذة عندنا ربعا حوايج جداد شمعت الأساتذة اللي بنو سينا وذا غانيش تلي غفلا خاسني غشن حاجة تما بالنسبة لإقبال سنة عام نزرة بلي الطاس التلاميذ طحنا عندنا الساعات الإضافية وتبارك الله مارا وتوفقنا غنقاني بالنسبه للساعات الاضافيه بالنسبه غريش سبب الانتشار النص هو اثنين الاسباب السبب الرئيسي هو الاكتظاظ الاقسام اكتظاظ الاقسام بالضجيج وتجيب التلاميذ يستفيد من الطاس اما الساعات الاضافيه العكس والسبب الثاني انه تشجع قيمه مضافه للتلميذ ويتركز تركز الطاس كتاز زي القسم ونشي نستفيد زي الطاس صراحه نستفيد زي الطاس ربما نفس السقسي وتماثل شيماء بخصوص الساعات الاضافيه بالنسبه للساعات الاضافيه انا في نظري بلا مهمين بزاف حيت مثلا ناخذوا المثال ديال ماده الرياضيات كيعطيوك شي فقره ولا شي درس كيكون الاستاذ مقيد بواحد العدد ديال الساعات خصو يشرح فيه الدرس ويدير بعض التمارين ويعني ما يقدرش يتعمق ما يقدرش يعطيك شي حوايج اللي يعني الواحد يمشي فيهم بعيد كيكون داكشي غير سطحي يعني ضروري الساعات الاضافيه باش الواحد يزيد شويه في المستوى ديالو وعاوتاني في الساعات الاضافيه كيتلاقاو التلاميذ بيناتهم الا كاين شي افكار جديده كيشاركوها الا شي واحد عنده شي طريقه احسن كيتشاركوا بيناتهم يعني كتكون مفيده بصفه عامه بالنسبه للتواريخ انا الاقبال الساعات الاضافيه يعني انتشر ذي الوقت ولكن يعني وتعتبر خشبي ان الساعات الاضافيه هو المصدر الوحيد لتفوق التلميذ مزيدين ربع التلاميذ ويعني البودي ساعتين ولكن تفوق كتاز يعني تسعين الاضافيه يعني تيري الرغبه وها يتجن التلميذ يتفوق وتجبد الساعات الاضافيه يعني ذوينه ولكن غون كاع يغسل بود يعني شويه تسعين الاضافيه باش يدي راجع مع الدروس ني ديبتازك مزوا نتشكرك انه وصلت اذا خمين السوار خل النتائج ني تفوق التلاميذ الحصول على خل النتائج فذني مجموعه من العوامل تساهمت في الحصول خل النتائج هنا بالاضافه الى المدرسه غير المؤسسه والجيشان تتوحدسها يتساهم في النتائج هنا وانما حتى المحيط الخارجي وبالخصوص يعني الدور للاباء للاولياء الامور يجن تيري غاسنج الدور يمغار ذي التوجيه نتاونسن حما اضحن يعني كوريذا التفوق نزون السنكني ذي الحال لهم يعني كوريج نزاو مدار يستور التجربه الخاصه يعني مشتوره من التاثير المحيط الخارجي خل المسار نوم الدراسيه وبالخصوص دور الاباء الاولياء الامور ذي الاتجاه والده بالنسبه للوالدين نقطه الدعم انا نصف الطاس ادعاوين سنوها مش غيني فانتي دينا كاني نجح تو تساندنا انا تو تريمنا كي نصهان شن حاجه اختي داويين بالنسبه للمحيط مشتو نسول بعد خصو شي تربوي انت ليش المحيط وانت مناديس مارن تبدل الافكار النار اضافه الى شن حاجه تمو السي عبد الواحد يفهم الخطيث المهم من شغيل المحيط يعاون الخواتي للوالدين السي ورا تصخ الوالدين مزيانين لينا غير يدعم ماديا ومعنويا ماديا بخصوص انه صغنا الكتب خاص خصوص الساعات الاضافيه تقدر نرجع مجهود نبقى ومعنويا باش الاخ دعوات نسان نصائح نسان والمحيط انه يمدكرنا الاستاذ نيسر مرعى وننا المكتبه نتكاس عبد واحد القدوري عامل نغطاس لي عزمان غصف تر حد يسحاكينا وشكرا بالنسبه للاباء ضروري كيلعبوا واحد الدور كبير في الدعم النفسي والمعنوي والمادي يعني عمرهم ما كيترددوا انهم يوفروا لك كاع الظروف يعني اون فوا تقول لهم خصني السوايع بشي حاجه ولا خصني شي كتاب باش نزيد ما كيترددوش ديك الساعه كيجيبوه لك عاوتاني بزاف الدعم النفسي كيزيدوا في الثقه ديالك في النفس ديالك
كيدعموك بزاف، والمحيط عاوتاني التلاميذ بيناتنا فاش كتكون فواحد المحيط ديال كلشي تايق في راسو، كلشي عارف بالله ان شاء الله غادي توفق، وداك الشيء ما كاينش منين غادي ما غاديش يكون تماك الطريق ديال الفشل ولا شي حاجه، غيكون دائما بنادم داير في باله بلي غادي توفق. عاوتاني الاخر المؤسسه، الجهاز الاداري، الاساتذه على راسهم الاستاذ عبد الواحد العرجوني، كلشي كانوا كيدعمونا كيحاولوا يروحوا علينا فاش ما كنكونوش يعني كيحسوا بنفسيه ديالنا شويه عيانه ولا شي حاجه، ضروري خصهم كيضحكوا معنا كيعطيونا الامال كيحطوا الثقه ديالهم فينا، والحمد لله يعني كل شيء هذا الشيء النتيجه ديالو كتكون مزيانه في الاخر. دور الاباء يعني غاسني ندور ضم قران التفوقنا نهني تو غادي تشجعان معنويا وماديا اكثريا معنويا تو كل ماني وتش النقطه نقاس نقاني ويد النقطه يا قرام لا زيد قاش مبولا زماله التويد كتا يعني تو تشجعنا نغطاس، والمحيط الخارجي كذلك الاساتذه مره نشتو غادي يتصل اقبال الاساتذه مره كيخص الاساتذه منوسينا مره وتعاوننا مره فهمناي، وعبد الوحيد كذلك سعد الوحيد تشكاش كطاس يعني تو غامر ما في مغش حاجه تسخد غاس دبارد الكتب نغيس فهما انت نغي دبارد دي تغيس فهما تشكا خطاس دي المناسبية. اذا ربدا يعني الدور للاباء الاولياء الامور استعمل الوحيد ونسكنوا ذات المكتبه الوسائطيه يعني واش دير نجان التجاوب جارهم الاباء الاولياء الامور عفوا الرواد غاوم التسن ثاني ثاني غادي يعني نزون السن يعني ما التسن تسقسن خطاوه انسان يعني تبعا المسار انسان غادي نجان الاهمال ولا المبالاه زي القبل الاباء الاولياء الامور. فعلا الحقيقه يجب ان تقال بالنسبه يمشانا ديني ربعاد الاباء ني ربعاد خاصه الامهات توتسنتي ترقبت بمعنى الكلمه اي تصديق على شو دقه غادي يجيني خدمي وزيد السنغماني يجي بحكم انه الشنغا غير النظام ساري به العمل ذني تو نيدي تثني تسجل اسم النس قبل غير اسم النس الخزه وهما قدنيتا نش عبد ربي تو غير غادي سو برا قدس نش ترى غير سجه باش هذيك كقياس زوخا كيف كودي مسني خدم سيخزاري وذيني ونقابوا 100% ولكن ذيني جن نسبة لا بأس بها يعني الوالدين تراقب نثار وانصن خاصة امقرن سور خنيفون الباك ولا الباك الثانوي بالنسبة امزيان اربعاض وجبوا ولكن من ذاك تهم الشيخ وقن سوري المجال مقرن تغذيني مزعم الوالدين ذي المستوى تسنت سقسان إلى آخره الأمهات وفعلا دين الشيء تغن تجيكي سن مش نو ثار وانق ما لانو فشن يجي ذي الشمونة الصحيف اشتغل دقاس قاس من يخصنا ذي غارة ذي قيونا غاد جيشن حاجة المضنية لما جال ضمقر ذي فخار ذي غادي وشي خلو ثقين سبي كل اللي صار مش انا ما انتغوري خان تغوري وفعلا الحمد لله عمس وذا غيبقى شان المشكلة اكا يمحضان تغاين نبدأ تحتارة من نغن تحتارة ميثان جيشن جو عائلة جيشن جو يعني مدوم غيني غش تم سيدار بقيار مار عجزين خافية لانه وفي غيوذان ذي سنة ليس فاهمين شويه والحمد لله لان من يقصحنا الطس وهو ذا كومينيكاسيون تواصلك وين هذاك الشباب والشباب يقصح كيس تخدم مرواد جذي المستوى سن التهويد المستوى سن اتقدر عقل سن التهويد المشاكل لان ذي ربع هذا سبحان الله مسارف جندر مش مايق جندر مش مايخصي خصي تقد مرة كيف والحمد لله مرة ذيني شن جتوا شن هانكي كيش عش تعفت تمنى غدا غي سامح نشين عوقا الصالح نسمي ريتون كشاني وشكرا. شكرا سعد الوحيد ربدا ارتباطا دور الاباء الاولياء الامور ذي النتائج نتفوق التلاميذ نختار ونسن سعد الوحيد العرجوني من دنغاثين يعني ذي الاطاره ونتا يعني من تدور يخسد الاباء الاولياء الامور حما يعني ساهما يعني ذي التوجيه التلاميذ حما حقا نتائج مشرفه. شكرا. بالنسبة للوالدين يعني خص دائما تبعن المسار نتار ونصن ذي المؤسسة التعليمية أطرح نترقب أتوصل حتى الأساتذة مثلا كل مادة باش تسنن المستوى نتار ونصن الجانب السلوك قد ترقب الإدارة يعني المستوى الإدارة تصل نعود باش تسنن تسمى أحنجير السلوك نس. الحمد لله بالنسبة يوزغنا غاني جو ممكن يجل المنطقة سنحية تسمى سنحيو الاباء ترقب نتار ونصن وتسايرا وفقدن يعني تواصلن سواء انك كالمدرسين غاك الاداره المهمه كالمؤسسه والمؤسسات مفتوحه يعني
جو غنغضانيتي الحمد لله الصبح الطاس مؤسسات منفتحه خ المحيط خ الاباء خ الجمعيات الى غير ذلك، بالاضافه ان تسمى الطاقم الاداري الطاقم التربوي يعني تقوم دور الاباء ان الثروه تشين الوالدين تسمى بالدرجه الاولى قبل ان لي مربون قبل ان لي يعني مدرسون الماده. نتمنى يعني منيني اريرني هذين اللي جن التشارك تدخل جمعيات الاباء ذي المجال التنشيط حق موجود، ولكن شويه تسمى يتعانى شويه النقص بالنسبه مثلا للجوائز محضار دخل تسمى حطيتو فير بالنسبه للمكتبات داخل المؤسسات ويتيلو محضار مثلا باش الخو مثلا أدياس مثلا المركب السوسيو التربوي وخا لأن المركب مثلا ذنيت المكتبة الوسائطية على حسب يعني المعايشين كالسعد الواحد الإخوان ذنيتين يعني بعض المرات تفديج الاكتظاظ درجة الحرارة مرتفعة يعني باش هذه الجو مريح ثوري قصح شويت، ولكن ممكن تسمى جمعية الأباء دخلت أدخل قنت فضاءات مكتبات موجود المؤسسات شويت التوسعة شويه المقاعد مناسبه هذيك السن الطويله ان التلميذ يتنتقل في الفضاء ان القسم تسمى محبوس ذي الطويله ان يزمر هذه الرحله الذي دار هذه في تسمى ميسه مناسبه هذه في الكرسي مناسب ثم هذه في المرجع هذه في الاخوان يتطوع الموجودين الحمد لله، وممكن المتطوعين هذه لين حتى المجتمع المدني لان نشي نعيش منين كالبعض إذا تسمى غير طوعا حتى باش تقدم لأن تسول من خو عادي تسمى هذا غير ساعتين إضافية بالنسبة للساعتين إضافية جن ظاهرة غير صحية دي المجتمع وبالنسبة للتعليم بصفة عامة يعني ما ينتج المدرسة المؤسسة التعليمية بل التلميذ يحوج عادة ديارني في ساعتين ذي برا خارج البرنامج وخارج يعني المدة الزمنية المخصصة المادة يعني مين يتق التلميذ ممكن انت راح السؤال مين يتق الاساتذه واش تسمح لان البعض ذين البعض التجاوزات قضيه المذكره وزاريه تمنع منيني نتمنى بالنسبه للمؤسسات الخاصه ان تسترزق من حقها تسمى ان تسترزق المجال مفتوح يعني للعمل وهذه اللي منيني يحس على البحث عن الجوده يعني مين يصبح ثروه النغ وجيت تسمى غادي التجاره راني غتنهيئ ذي الفتره ني الامتحان. بالنسبه لرجال التعليم الحمد لله موجودين وذان تسمى ممكن تطوعا موجودين وذان تقنت ساعتين لان ربما الظروف ربما ولكن بصفه عامه ذي ساعتين اضافيه الظاهره غير صحيه. نتمنى لان المجتمع بالنسبه للتعليم تسمى الحاجه تسمى الطمقران طار الدول تشنسج القيمه الطمقران العمود الفقري تسمى المجتمع نتمنى المجتمع مره ذكر حتى ينو من قار تسمى العاطلين وخا نغ الجمعيات وذان غرس المستوى بودير تسمى غادياس غادي توصلك المؤسسه هذه جمعيه الاباء اوفرت الفضاء داخل المؤسسه ديال المكتبه الطواني وذان اذقن عوضنا ما يسمى بالدروس الاضافيه لان بالساعات الاضافيه لان ذين وذان مساكن ذين وذان قادرين هذيك واش التمنيات ذين وذان ماشي قادرين هذيك واش التمنيات يعني خصنا غنكسي منين بعين الاعتبار الى مرة الثروه النغ ومرض المجتمع النغ باش النيور غزات خص تسمى غنكس شويه الانانيه انا ذين غيلي شويه الروح الوطنيه باش تسمى نصلح سواء الاصلاح التعليم تسمى ثمن بين النقاط وربما اكون مصيبا وربما اكون مختارا. شكرا السي عبد الواحد العرجوني رشين تشكاليش يعني خساره النشد العفويه النش يعني ذي هذا النش ونتمنى كذلك بالخصوص النداء النشد يا وذي الاباء ذي الجمعيات المجتمع المدني حماد حار كانت قنت تنسيق المؤسسات رانغدنيتها ادخل قن فضاءات يعني المكاتب النغنيه فمش تلاحظ مانكسي مثلا ثندي تنغزنغان انت ربما الكثافه السكانيه تفوق ثرها وثرها هنا في النسمه وبالتالي كيف يعقل انه يجل المكتبه الحجمه ونتا يعني جن المكتبه ضيقه اتستوعب
صعب يعني العدد أمقران أن الرواد نغلوا في دين إغازي تسن. وبالتالي فثاني تدريج المناشدة سيس من عبد الواحد عرجوني حيما أظهر كانت الجمعية الأباء الجمعية المجتمع المدني هذا نص قنت أقلق المختلف يعني المدارس المؤسسة التعليمية هذا يسنتيرين تميم ملا يعني مكاتب نغذ القاعات المطلعة هذا آخر المؤسسات التعليمية حيما سنقسن الضغط يجان خل المكتبة الوسائطية يجان زمارنية تقوض بعض الحالات أنه ما بوت استوعب مرة يعني الرواد الوافدين إغاز دي تسن زي مختلف المناطق والقشاء أزن غنوها وإنما ربما حتى خارج الإقليم نغلس عبد الوحيد تسن دي وذان فشو مثلا ملك سير مثلا الحالينون بحكم أنه قي طالب ذي الكلية سروان شعبات دراسة الإسبانية ذي سير عبد الوحيد قيس المنايا ذي محضان قانك ذي زي فارخانا زي بنشيكا زي باريوتشينو زي النظا تسن يعني ذانيتا قانش بأنه أنت فارح ذانيتا ذي المكتبة مزنغان تفديس الجو المريح تصور ذينا بعد كسين تنين الخطوط ترونسبور تسن در ذانيتا أرزغنغان حما أضطلعا حما يعني أضغان وبالتالي فمش نيخ ذانيتا ديج المناشدة لكل من يهمه الأمر حما أدوش نجل الاهتمام ديج العناية المرافق الثقافية ذي المكاتب العمومية غاغ ذانيتا كسغنغان والتريشال المكتبة ثانيتا المتنفس الواحد إذا فمشينا السي عبد الواحد قدوري جينا غوورنس فربما تلاميذ يلا غاسني نفتح يخصص نخو نفتح النغنية فمجدي ذا التعبير نسب أنه قين مقبلين على التخصص الخو يعني ربما البكالوريا مجرد جن حتى ديج القنطرة التلميذ حما هذا استعزم الآفاق النغنية قاكنو مقبلين إن شاء الله خل المعاهد العليا خل الجامعات مجموعة من يعني المراكز يتمنى يعني أن تولجم إن شاء الله في المستقبل القريب نزول السن ذي السياقة ونتا يعني كنيو يعني واش لحد الآن من تفكى ما تقم من تخصص نغمل المستقبل إذا صمم يخفنوا مغاوني البكالوريا وكذلك ربدا ذي نفس السياق واش يعني إذا نتوغى ونبول فكرة المتابعة عند الدراسة خارج المغرب لأنه تلاحظ مثلا مجموعة من التلاميذ يكسر البكالوريا ديال المغرب أربعة يعني يخضان أبريد المتابعة عند الدراسة ذي الديار الأوروبية إذا نسقسينو نزول يعني التخصصات من التخصص يزوم تضفام غواني البكالوريا ومش تورام يعني الفكرة المتابعة عند الدراسة غبار المغرب أنا بدأ بداسو مثلا غيونس بالنسبة لشخام زوا تخصص غريج معهد الإعلام والاتصال ولكن لحسن الحظ التاريخ تسجيل توا يعذو خط في كاري إن شاء الله ذي غ لسوء الحظ تاريخ تسجيل يعذو خط في كاري إن شاء الله ذي غ أدب فرنسي غاضي حسن زي ما لو حقري غي بارس قاعد ثماثين وحسن زي ما قاعد ثماه البارني بالنسبة للتخصص هذا كم راضي المجال الأولي الإقonomي هذا فقط تصن مدارس منهم LNCG ذي وجدة LST والأقسام التحضيرية هذه النظا وإن شاء الله هذه نتمنى نراقب لنا لذي الكونكور نسن بالنسبة للمتابعة الخارج تغاليش الفكرة تبع كم رغى ثغرني للخارج ولكن اتصني وذا نصحنا هي أنه قيم غذاء كم رغى نتاتي والحمد لله بالنسبة للشوار وشمثل نخشيماء من تفكارة غزة أنا منين كنت يعني منين طلعت الجدار المشترك وأنا دايرة الخطة ديالي وكل شيء كنت باغا الهندسة الزراعية كان ارتاح بزاف في هذا المجال كالقهوة فين غادي نقدر يعني نعطي القدرة ديالي ونبينهم مزيان بالنسبة للفكرة ديال الدراسة في الخارج ماشي معارضة لها ولا شي حاجة ولكن يعني كاين احتمال وكتكون عاوتاني فرصة باش الواحد يمثل البلاد ديالو يمثل الدين ديالو بلا حنايا ماشي هذوك الإشاعات اللي يعني الطلبة العرب ولا المسلمين ولا الأمازيغ يعني إحنا حتى إحنا عندنا قدرات حتى إحنا نقدروا نوصلوا علاش لا نبينوا المكانة ديال المغرب في الخارج إن شاء الله إن شاء الله ميديت كارنش هو معهد عالي للإعلام والاتصال إن شاء الله مرة قبرنا هذه المباراة مرة هذه قبيرين موجود تخصصات ذي الجامعة وشنو الدراسة الخارج وتفكر شذي الدراسة الخارج وخصوصا غاضي الخارج المغرب إذا نتمنى يوم التوفيق مرة يعني ذي تخصصات نوم لي قبري ذي غث الضفام يعني السنة تغزات فمش نيغ البكالوريا مجرد إجل البداية نيجن المسار نغني البحث العلمي ذي المعاهد العليا ونتمنى يوم التوفيق ربدا ذي الإطارة ونتا أن يعني المسار الدراسي ما بعد البكالوريا أنو شواري السي عبد الواحد العرجوني فمش نتلاحظ مع الأسف السي عبد الواحد بعض التلاميذ للأسف يعني توقيعا كضحايا للتوجيه ربما اتخذان يجن التخصص ويتيري بونسان ومن بعد مثلا تيري المجبرين حيما تضيع عام تقريبا التخصص النغني يعني توقيع مثلا بعض المشاكل شمارت يعني ذي السياقة ونتا من النصائح من التوجيهات إذا سنغه وشذ يعني التلاميذ يعني التخصص يغيخذان أو البكالوريا شكرا
بالنسبة محضر يعني محضرنا ذي خضارن من ذي التفنيخ فنسن، لأن بعض المرات مثلا الآباء فرضا خي حنجرني قرص لا خص غما تقدعوا لهم الرياضية وخان تأتي للمستوى نس مثلا ذي المادة النيذة نقصين، بعض المرات قرص لا خص تقدر الفيزياء وخا حنجر تسمى تيلي ذي المستوى نس ذي المادة النيذة نقصين. يعني هذه تجي الحرية وحنجر تحنجر وحنجر تيلي السنخ في النس تسمى ذي تلي السنخ في النس ابتداء نسجل على المشترك بالإضافة تلي ذي الموجه وخاذ النقص تسمى ذي الأطور التوجيه تسمى ذو قليلا لأن غنى ذي جنيتك تسمى تلي تزل خل المؤسسات كالجذوع ذي الأوائل الثواني يعني ذي يجل المشكل التوجيه التوجيه خص ذي لي سيتمزي الإعدادي بصفة عامة خصنا غير إعادة نظر تسمى ذي البرامج التعليمية هذه اللي توجه صيتم صيت ما نسنحن جرنين من ومثل تهي وبالإضافة تسمى ذي اللي بالتشارك من إني أكل الوالدين ضر غابة نسن تسمى حتى إحنا جرن تسمى ذي اللي مهم ذي اللي يجن طاقة ما يتقوم تسمى جن طاقة تقندس موجه حاليا موجود يعني موجه أكل إدارة المؤسسة أكل أساتذة المواد مثلا أثناء مثلا توجيه الإيكونومي نغا العلوم الإنسانية نغا الأداب نغا علوم رياضية نغا علوم فيزياء إلى آخره على حسب المواد ذا الحساب الرغبات محضان لنا سنويين إحنا جارين نتقدم الرغبات وأيضا ذي آخر السنة ولكن يعني نتمنى عليك منيني تغيب ناس المستويات الدنيا يعني المراحل التعليمية ذي مزورة إحنا جارين نتقاس يعني تواقب الغنغ المخططات ذي التعليم يعني بدل ذي المخطط عام يعني ذي المخطط يعني بالنسبة الفرد التلميذ الواحد ما منهم يخصنا هي و وصل فرد انطلق انتقل غير الجامعة من نخص تسمى المجتمع من نخص تسمى صار والنغ من نخص الحنثي وتشامة مش نخص البلد ذي حال آخر من إن يتعلق تسمى الأهداف العامة يتسطر تسمى الدولة التعليم يعني دوما من خص غادي نشكر شكرا الأستاذ العرجوني السي عبد الوحيد من تسنغى في نذ يعني النصيحة هذه تسنغى وشذ التلاميذ يعني ذي المسار نسن الدراسية الساغة الزيت غواني البكالوريا مزيان غنصح بالنسبة ينش كأي الآباء كأي رجال التعليم الجنسي وينا مدسن غيين التلاميذ الجن مقبين يخد دراسة أنه قبل غيك شان الخطوة يخصدي فكا مزيان مين ميتيتك مين يخصد مين يخصد يوض لأن وجمين يقصحان أتتخذ القرار يهون مثلا ذي أي وقش غاري وظفة بسهلة ظفة مين غاك يتجن مهم ذي الحياة نش مين دي توريد التوذي خفلنش وجه أذقر مثلا شغال التوجه مثلا العلوم الرياضية وجه راح أذقر دراسة الإسلامية قد توتشاه لأن أصلا نوجب ونش غاري الدراسة الإسلامية قد دراسة غاري الأدب أذقر الأدب غاري الفرنسية أذقر الفرنسية غاري الكلام أذقر القيمة ذي الاختصاصي له أذو يا غازات ولكن أذبذي غذقر كور عام أذبذي غتبدار أول نديو ذي عطار باش هذيك من ذي ثلاث سنين يمكن هذيك مرضي 10 سنين وكذا نجي المجموعة عندك حراما أي وقت غير الإيكونومي واضي يعجب شا يهوى ديك العلوم الفيزيائية واسي يعجب شا يقى العلوم الرياضية واضي وشا قيمة إذا يعجب إذا من يدى يخص بنا ما يتخذش القرار أثي يتخذ عن جدارة واستحقاق هذه السن من يغيصاص إذا النس لأن مش ننخ ما يعزم خطوان يحداجه هذه سافق من توري غذا ذي صار رح فينه واجل ذي فقشت على طيف النغ يخص أذف من يغيف غار رح فينه إذا أنت من إن شاء الله كوريجن هذه كسير من غسيل جن يفهمس بودار أذي سويا غزات وتقبل مستحيل يقصدي يا أبري ذي هونا يقصد تقبل بري ذي وعان وتمنى إن شاء الله التوفيق أكيد أنه محضان سنن التوجه نسان سنن من غاسن ذي نسان كوري الجني يقار على حساب من تغي الصفون وتمنى لهم التوفيق إن شاء الله شكرا نشكر السي عبد الوحيد قدوري السي عبد الوحيد العرجوني نصائح نسان التوجيه نسان فيما يتعلق يعني ذي توجيه التلاميذ حيما ذي خضان التخصص هنا تناسبا غواني البكالوريا إذا ربدا خميس سوار خل البكالوريا يعني خل نتائج الامتحانات البكالوريا تف مجموعة من التلاميذ يعني ربطا النتائج يختحصلا ذي البكالوريا أج يعني بمبرر الحظ يقال شو الدقة وغارب الشوارت يعني ربطن الحظ ذي النتائج يدوين وكذلك حتى شو معرفة بعض التلاميذ تشتشان مثلا زي التصحيح
يقارج بانه غنشدو نورمال الدوري النقطه مو، ولكن يعني كنيو كتلاميذ يعني مش تورم القضيه ثاني تامد غاهين من الاطار ونتا الربط نتائج البكالوريا سواء سالعامل نير المبرر للحظ وكذلك حتى القضيه تصحيح الاوراق الامتحانات. بالنسبه لظاهره الحظ مش تنقى بعدا دينا بعض حكاك لبعض التلاميذ وين يعني مستوى سن متوسط وين شان نقاط يعني تم قلين سوطاس بالنسبة لشيني ود نقاط تم الزياني نشين توان تكشن مش بالضم قلان. وبالنسبة للحظ نشتوالي التلميذ ملا ويجتهد ويتامع ويسهد جاري قعن مصادي وضغى المبتغنس تصحيح يعني عام قاعدة سنشوية مموينات ونقاط دين لبعض النقاط عجبنت أنا لبعض النقاط وضغ عجيب من شامين زين خدم دين المواد ني مليح ولكن نقاعدني ضمن نقش النقاط من الشغلين جيم. بالنسبه للحد الباكوري شتوري قبول لذي شحاشتي الباكوري قانت الحظ واني عندش طموحه غاسي قد يوض نجتهدنا قد يوض هذيك سي الباكوري من زيما. اما بالنسبه للتصحيح كل واحد قاش على حسب استعداده تقاد التصحيح. شوف الاستاذ تف يتسهل شوف الاستاذ تفيا زغا سي بازي غير تنقص النقاط على حسب الاستاذ اذا تقاد التصحيح. شيما يعني الحد ما نقدروش نهضروا عليه بزاف بقدر ما نقدروا نهضروا على المجهود يعني النتيجه ديال البكالوريا وديال اي امتحان في هذه الحياه ماشي كيكون بالحد وما ما كيوقعش شي حاجه بالصدفه خص يكون مجهود خص تكون الاصرار ويعني ما كاينش شي حاجه اللي صافي عندي الزهر غادي نجيب مزيان ولا ما عنديش الزهر واخا نخدم ما غاديش نجيب مزيان. الواحد خصو ضروري يعني يدير مجهود ويامن بالله سيدي ربي ما غاديش يضيع الجهد ديالو هكاك. وبالنسبه للحد انا كنظن بلا تصحيح كيكون شويه فيه الحد حيت كما قال الزميل ديالي يقدر يطيح في شي استاذ مازال يكون راسق عليه يعطيك مزيان وتقدر نفس الورقة بنفس الأفكار ولا نفس الأجوبة ويطيحوا عند أستاذ آخر ما عجبوش مثلا غير الخط ما فهمش الخط ما عجبوش الطريقة اللي صغتي بها الجواب تقدر يضيع الواحد في التصحيح. يعني الحد كنشوفه في التصحيح ماشي أن في المجهود أنك تكون جالس ما كدير حتى شي حاجة وغادي تقول لا غادي يكون عندي الزهر وغادي يطيح لي امتحان سهل هذه اللي ما كان أمش بها. شوش الحظ ولي شكاري قاع اصلا ولي ماشي حاجه تقنص الحظ مرواثري شحظ وخدمه وادتي ويتشا ودي نيبو الحظ قاع. اما التصحيح نيشان نتفاجئ زي التصحيح نعم نيشان المواد طون ولي نوي كتا ودني ويشا نيشان المواد ولي نخدم شي طاس ني ودي ديت النقطه الصباح على حسب الاساتذه مثلا شنو تخدم مثلا نيشان الماده خدمه كتا زي مين يخدم ويندي الشعبين ولكن وين مي غازي توقع الاستاذ يعني هو دي التصحيح يمشي النقطه كتا ازاي اذا على حسب الاساتذه دي التصحيح ديني الاساتذه والزون يعني على حسب نهني مين ميزمان نهني أمني غايك التلميذ ديني الأساتذة يتقضى الظروف التلميذ يتشيس على حسب الناس.